فيش شك ان احنا اقدم دولة في الشرق الاوسط عملنا دساتير. الكلام ده كان من سنة 1879 من أواخر عهد الخديوي إسماعيل، مرورا بالثورة العربية، فعملنا دستور 79 ودستور 81 ودستور 82. والحقيقة لو نطلع على هذه الدساتير نجد يعني درجة كبيرة جدا جدا من النظام الديمقراطي ودرجة من الأنظمة النيابية الحديثة الغربية، لكن للأسف كانت فيه معوقات كتير. فطبعا احنا مهم قوي ان احنا نبين ليه هذه الدساتير لم تطبق نظرا لظروف خارجية وظروف داخلية. احنا بنستعرض تاريخ الدستور المصري من اول رفعت طهطاوي ما اتكلم عن قانون الشرطة اللي شافه في باريس، اللي هو مفروض اللي هو الدستور الفرنسي حتى هذه اللحظة. ايه علاقة الدستور بالمواطن؟ علاقة الدستور برئيس الجمهورية؟ علاقة الدستور بالسلطة التشريعية والسلطة القضائية؟ علاقة الدستور بالحرية والإبداع؟ علاقة الدستور بكل مؤسسات الدولة؟ هو ده اللي احنا بنقوله من خلال استعراض كل الدساتير المصرية حتى عام آخر دستور 1971. أتصور ان احنا جات لنا فرصة ذهبية، احنا لابد ان احنا نعيد النظر بشكل كاف وكبير في كل ما يتعلق بالحريات. دستور 53، دستور 23 اللي صادر في اول القرن العشرين كان اكثر حرية من دستور 71. دستور 54 كان نفس الوضع. احنا معانا مجالات جديدة بدأت تدخل على الساحة مثل حرية المعلومات التي لم تكن واضحة في 23 يجب ان تكون لها واقع. حرية الصحافة يجب ان تكون لها افضل كثيرة. لا تعلموا ان احنا بعض القوانين بترجع لفتره الاحتلال اللي بتقيد حريه الصحافه ثم عدلت بعد ذلك في فتره المخلوع. فمطلوب بشكل اكبر وضروري ان كل ما له صله بهذا الدستور في مجال الحريات يجب ان يدلو بدلوه، يجب ان يقدم احدث ما وصل الى العصر، يجب ان نطلع حتى على التجارب الدستوريه للدول الاخرى التي تتعلق بهذا المجال.